شدة الحب والاهتمام والخوف على أولادنا يوصلنا إننا نسيب أذى ليهم؟ أحياناً ده بيحصل، أهالي كتير جداً بتعمل كل حاجة من منطلق الحب، لكن في الحقيقة وقعها بيكون مؤذي على الأبناء، ولما الولاد بيعبروا إنهم مش مرتاحين أو متضايقين أو حتى رافضين بيكون الرد عليهم معلب وجاهز، إحنا بنحبك وعارفين مصلحتك أكتر منك، بيتحول الحب لمبرر للأذى، وكل ده بيحصل من غير وعي من الأهالي. تعالوا نفهم أكتر في الموضوع ده من دكتور طارق إلياس المتخصص في التعديل السلوكي. أهلاً وسهلاً يا دكتور، منور. أهلاً بيكم جميعاً، ده أنا سعيد بيكم جداً. الله يخليك دكتور طارق. الأول كده أنت وحشنا جداً. وانت جداً كمان جداً. والتوبيك النهاردة أو الموضوع اللي هنتكلم فيه ده صادم لينا كأبهات وأمهات. أيوة. يعني هو أنا من كتر ما بحب عيالي أبقى بأذيهم أحياناً؟ ببعض الحاجات وكأننا بنعود للأسطورة القديمة، الدبة اللي قتلت صاحبها. صح. هي نفس الحكاية، ولكن هي الحكاية مش الحب، هي المشكلة الميكس اللي ما بين القلق والحب، ان احنا بنقلق على اولادنا فبنديهم احساس القلق مش الحب. فالناس الاول بتبقى فاكرة ايه، ان هما بيعبروا عن حبهم ليكم، لكن هما قلقانين عليكم وعلى مستقبلكم. فبتبان ازاي بقى الحكاية؟ انا عايز اعمل اللي فيه مصلحتك، عشان انا قلقان ان انت اللي تقول، انا قلقان ان انت اللي توافق. احيانا الام بتتدخل في اختيار البنت لشريك حياتها ويفسدوا العلاقة. ليه بقى؟ هي قلقانة لما تبقى السعيدة بعد كده، حتى لو هي بتظلمها، بس هي بتقول احسن ما سيبهم هم اللي يمشوا بدماغهم. طب ايه المعيار يا دكتور؟ يعني ايه اللي بيقول ان ده اذى، والحدود الفاصلة ما بين الأذى واللي مش أذى؟ في حاجة اسمها الاستبداد بالعاطفة، مش إن أنا بديك العاطفة. وبالتالي أنا كنت حريص قوي، وأنا بألف الكتاب بتاعي قبل الأخير كان اسمه الاستحواذ العاطفي، نبهت فيه إلى نقطة شديدة الأهمية، إن أنا ممكن أكون بحب قوي اللي قدامي لدرجة إن أنا شايف نفسي أنا مش شايفه هو. يعني أنا عمال أتكلم عن نفسي في طول الوقت على إني بكلمه، لكن انا ما بكلموش. انا بتكلم عن خططي، بتكلم عن حياتي، عامل زي الاب اللي بيجي مثلا جنب ابنه يقول له ايه، انا لما كنت في سنك عملت كذا، انا كنت بجيب النمر النهائيه في كل المواد، وده ما كانش بيحصل، انما عشان يدي لك شكل اللي هو عايزه يتطبق، او شايف انه هو ما حققش حاجات عايزك انت تحققها. بالظبط، هو كده. بس بقى لما يكون هو شايف ان انت عايزاه يحقق حاجات انا ما حققتهاش، يبقى انا لازم اساعده يحققها واشيل المعوقات من قدامه. مش ان انا ابقى سايبه يبقى جزء مني وانا اللي مني. اعمل بالظبط. وبقى التحدي كمان وعقده في الاخر، ويمكن دي بشوفها في كتير الاهالي بقى عقده ولادهم. يعني ده حقيقي. طيب، في دايما الحد الفاصل ما بين الطفوله والمراهقه، وهنا بيجي البانيك للاهالي، لان هم عدوا مرحله المراهقه قبل كده وشايفين ان دي المرحله بتاعه الثوره، فبيبتدوا يستعدوا هم بقى باسلحه، عندهم ترسانه كده بتاعه انا عارف انت هتعمل ايه، انا عارف انت هتعمل ايه. وبيوصل لمرحله الموضوع بيبتدي يبقى فيه كتير من الشد، كتير من الغضب، كتير من الرفض من قبل السمع، لان هو شايف ان هو تينيجر، فهو دلوقتي على طول هيبقى بيهبل، وفي بقى استحواذ زياده. بالظبط. فالولد بيلاقي، وده يمكن حصلت ناس كتير جدا، بيلاقي انه فجاه من ان هو كان طفل بيتعامل بالحب وبيتعامل بالرفق وباللين وبالحنيه وبالاحتواء، الى عدو، الى شخص منتظر منه كل غلط، وبيقابل بالهجوم وبيقابل بالعدوانية. من أبوه أو أمه اللي كانوا لسه أول امبارح بيبلعوا له الزلط. يعني بيقول ده كلام صحيح. إيه اللي بيحصل؟ بتظهر الشخصية متأخرة شوية للأب والأم، اسمها العدو الحميم. العدو الحميم هو أقرب شخص ليك، هو حد بيحبك لدرجة إنه هو بدأ مش يستحوذ عليك، بدأ يسيطر عليك. عايزك ما تتكلمش إلا من خلاله، عايزك ما تضحكش الا لما تقول له انت بتضحك ليه. علاقه توكسيك زي ما بيقولوا. توكسيك بس كده، ده هي لو عيطت لاي سبب، انا ما قلتلكيش حاجه عشان تعيطي، فينقلب للايه، للعكس. يعني بدل ما يحضنها وياخدها في حضنه بنته، يهاجمها. بالظبط كده، ويقول لها يعني ايه تعيطي، ويبقى عنيف لدرجه انها بتمتنع عن العياط بس عشان هو يبعد عنها وما يأذيهاش، مش علشان خاطر خوفا منه. يعني هنا بقى ما بتبقاش العلاقه دي علاقه سويه، لان الاب والام ما قعدوش مع متخصص قبل ما ينجبوا،
وبالتالي هم عندهم مشكله اصلا. احنا بنفتكر ان الاحساس ده بالصليقه، احنا بنفتكر احساس الحب الابوي والام لبناتها او لاولادها ده شيء طبيعي ربنا خلقه فينا طبعاً. مش محتاج لاي قواعد. الفطره هو جانب غريزي بنربي بالفطره. بس هي المشكله مش بالفطره، هي المشكله هو التكوين النفسي ممكن يحتوي ولا ما بيعرفش. احتواء ان انت حزين، احتواء الالم. يعني يا دكتور طارق انا ممكن ابقى خايفه على بنتي وما اعبر لهاش علشان اديها السبيس ده، هل ده اللي مطلوب مني؟ لا. عشان ابقى ام كويسه انك تقدميها كنصيحه وليس اسلوب حياه. يعني انا دايما انصح ابني اقول له ايه، انت عايز يا ابني تعمل كذا، بس خد بالك ان في بعض المخاطر، لكن كمان في ايجابيات. هتقدر على الايجابيات ولا مش هتقدر؟ لو مش هتقدر بلاش. فيقعد هو مع نفسه بقى بهدوء كده يفكر، انا فعلا هقدر اعمل ده ولا مش هقدر. احيانا التجربه بتعلم، بس احيانا بتعلم فينا مش بتعلمنا طبعا، بيبقى فانا المدارة. عايز اقلل من الصدام معاه. بس بقى خدوا بالكم من حاجه بعد اذنكم. في نوعين من الاطفال، لو ادرك الاب ان ابنه ابن فطري بطبعه، غريزي بطبعه، ده مش بيتاثر بالتوجهات دي. يعني ايه مش بيعمل اللي في مزاجه؟ أوكي. مش احنا ما هيسمع من هنا ويخرج من هنا، يا ابني اقعد ما يقعدش، يا ابني خش ذاكر ما انا كنت بذاكر، يا ابني انت ما جبتش المجموعه انا عملت اللي عليا. احنا بنسميه بجح. هو مش بجح، هو عنده ثقه في نفسه، هو عنده شخصيته قويه. فانا ما بعرفش العب مع اللعبه دي. فببقى عنيف امتى بقى؟ لما بلاقيه مصمم انه يعمل الحاجه، ولو مشيت صح انا كنت متابعك وكنت عارف انك هتبقى صح. والله ما في ابهات كده. ولما وعارف لما يغلط انا بس ما رضيتش امنعك عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه. أيوة. اما بقى الطفل التاني اسمه الطفل التابع. الطفل التابع ده بقى بيخاف، بيقلق. لما الاب يبص له بس ممكن يقول جمله غير الجمله اللي كان عايز يقولها. انا عايز اكل، ما يقدرش يقولها كده. يفضل قاعد بيبص له يقول له يا ابني انت عايز تاكل؟ لا انا شبعان. ولازم اتحايل عليه عشان ياكل. كنا بنعرف ده ازاي وبعلم الامهات يفهموها ازاي؟ حاجه سهله قوي. لما اكون واخد ابني وبعدي بيه الشارع وهو عنده 3 سنين 4 سنين، البدايه هنا. لو خطف ايده من ايديا مش عايزني اعديه، يعني ايه يا بابا انك انت ماسك ايدي؟ هو في سن صغير قد كده عايز يجري وانا اقعد اجري عشان احتويه؟ الولد ده فطري غريزي، هتبقى دي شخصيته، محدش يعرف يتحكم فيه. التابع بقى تبص تلاقيني لو مسكت ايده بعديه يكلبش في ايدي، يمسكها بقوه لدرجه ان انا بعد ما اعدي الشارع حضرتك ما يسيبش ايديا، يفضل ماسكها. ولو هشيله يقوم حاطط ايديه كلها حوالينه يقفل. هل انا لازم بقى اغير ده او اعاند؟ يعني ابتدي اشوف يعني الميزه ولا العيب؟ يعني هل لو هو تابع ده حاجه وحشه ولا لا؟ ولو هو برضه غريزي او فطري حاجه حلوه ولا وحشه؟ الفطري لازم يلعب رياضه مبكره حضرتك، يطلع بقى ولازم ادخله نادي هو عنده 4 سنين عشان يتعلم يتحمل المسؤوليه. صح؟ لا بس في حاجه ثانيه، لازم المداوي يكون عنده الاستعداد انه يحتوي الطفل الفطري، لان التحكم فيه مش هيبقى سهل. كل شويه هتجيلك شكوى منه ان الولد شقي قوي اكتر من زي في المدرسه، مش كده؟ تعالى بقى التابع. التابع لا ياخذ قرار من نفسه، وبالتالي لازم انا اعمل فيه حاجه مهمه جدا، ان انا دايما مش هبقى مدعم ليه. ده نسيبه يعمل الحاجه ويغلط واشجع من بعيد. ولما يقول لي انا عايز حاجه يا سلام احتفل، لانه طلب الحاجه. اسيبه يعملها، ينزل يشتري اللعبه بنفسه، وانا اديله بس الفلوس وانا واقف وراه عشان ما حدش يضحك عليه. لكن حكايه ما تعملش دي الا معايا، ما تروحش الا معايا، هيبقى بعد كده هو تابع للمدير وتابع لزوجته وتابع لكل من يسيطر عليه. طيب انا هسيب سن الطفوله شويه ونروح بقى للشباب اللي بيتجوزوا دلوقتي. هل احنا كامهات بنعمل ابن امه وبنت امها وبنت ابوها انا يعني والاب بنخلق الداء ده؟ لانه ده بيقولك مبدا الاعتماديه. مبدا الاعتماديه بيتكون في سن المراهقه، اللي هو الشاب ما يعملش اي حاجه الا لما يكون امه اللي بتعملها. ان يبقى حد بيجيبه له لغايه عنده، هو بيعتقد ان ده نوع بيخليه بيبقى مرتاح نفسيا. مش بس مرتاح، ده رضا ربنا بقى. يعني في ناس بتاخدها في الحته دي، اللي هو انا مش هعترض على اي حاجه اهلي بيقولوها عشان انا كده برضي ربنا. مش كده؟ لكن هو مش اعتراض، لكن حكايه ان انا اقوم اعمل كوبايه الشاي ده يبقى حمل تقيل عليا او عبء. هي دي البدايه بقى، بدايه ان هو مش هيعمل حاجه لنفسه،
ما يقعدش في شغل فتره طويله، خد بالك. لانه هم قالوا له اعمل كذا، هم قالوا له اتعب شويه، هو ما اتعودش يتعب. فلما بيجي يتجوز بعد كده بيلاقي ان الزوجه بتساله بتقول له ايه؟ نعمل ايه؟ هو المفروض الديسيجن ميكر بقى، هو بقى يا ست مش واقف على كده، هو اللي هيقرر، هو رب البيت. فبيروح يسال ماما، هو ده اللي بيحصل. بدليل انه بيطلع من شغله بيروح للام. ليه؟ يقول لك انا برضي ربنا، انا بروح لامي. هو بيروح لامه بس بيحكي كل حاجه بالكلمه. وقالت لي يتصرف ازاي فيها. معلش في سؤال مهم اعرفه منين ده؟ يعني الست اللي داخله تتجوز تعرف منين الشخصيه دي ان هو هيبقى كده بعد الجواز؟ مش اكتف في معظم الاشياء. ما تيجي نتقابل، بصي انا لسه جاي من مشوار، خليني بس انام شويه واكلمك. وبعدين يتاخر في انه يكلمك. لما تيجي تقعده في مكان تبص تلاقيه ما بيتحركش منه كتير، مش مهم نغير المكان اللي هو بيعزمها فيه، ممكن يفضل ثابت لفتره طويله لانه مش بتاع ان هو يدي فكره فيها اكتف. او هي كمان الام قالت له ايه؟ ما تروحش حتت غاليه يا ابني عشان ما تصرفش كتير. فيمشي على الخط ده من غير ما يقول لها ان هي امه اللي قالت له. دي عايزه زوجه شديده الذكاء. تعرف تلعب لعبتين مزدوجتين، امه ومراته. اللعبه الاولى انها تبقى بتبين له حبها في طول الوقت، ان ده بيسيطر على حاجات يعني فيه هو. اتنين بقى هي تتابع من بعيد الام بتعمل ايه، فتقلدها من غير ما تقول له ان انا بعمل زي مامتك. بس كده الام دي بقى هي اللي تسببت في الأذى. طبعا صح؟ طبعا. وهي فاكرة أنها علاقة حب وخوف عليه. دي حقيقة. إزاي بقى؟ طيب فلنعتبر أن أنا الأم دي. طيب. أوكي؟ وخايفة على الولاد. أيوه. أكيد في حاجة تفكرني أن أنا غلط. أو أكيد في مؤشر أقعد أعلم نفسي كده علامات. لما تظهر عليا أقول يا دينا أنت اتجننتي، ده أنت هتبدأي تأذيهم. أأذيهم مش تحبيهم. تحول الحب. ممكن تقول لي العلامات دي يا دكتور طارق؟ من أهم العلامات إن الناس اللي حواليها غير سعداء. ومع ذلك مش بيعترفوا بكده. تخيلي حضرتك إن أنا عندي ابنة أو ابنة مش سعيدة. ولما أجي أتكلم معاها فتقول لي إيه؟ أنا كويسة. طب أنت مالك؟ زهقت، أنا زهقانة. علامات الزهق لما بتحصل كتير، ولو خدتها معايا في أي مكان ألاقيها قاعدة زهقانة أيضا. وده معناه أن مهما أنا عملت محاولات ما بخرجهاش، ده هو المؤشر الخطر. ده معناه أن أنا تقريبا أنا سيطرت على حياتهم لدرجة ما خليتش في حياتهم حاجة يسعدوا بيها. بس السن الصغير يا دكتور على طول زهقان مهما عملت له. هو مش زهقان، هو بيضغط علشان عاوز يلعب بأشياء جديدة. عايزك تاخديه وتنزلي. هو بيقول لك زهقان ليه؟ ده معاه المفتاح اللي هو ايه؟ طب انا يلا ننزل نتمشى، يلا هاكلك بره. وعايزك تاخدي بالك من حاجه مهمه قوي. السن الصغير امتى بيبقى مبسوط؟ في اولاد لما يلعبوا مع اولاد حتى الشباب 16 17 سنه تبص تلاقيه في احسن حالاته. وان انا ما اعرفش المه، في صعوبه ان انا اقعده، انا اسف في الكلمه طبعا. لكن في بقى ولد يتجنب الولاد. في شاب مش عايز يقعد مع حد. لكن اخطر مؤشر الشاب اللي عنده 16 17 سنه يتجنب البنات. مش عاوز يقعد مع بنت. وانا بصفتي ابوه عمال ازقه اقول له ايه؟ دي بنت جارنا، دي العب معاها، دي في سنك، كلمها، ده مش عارف ايه. يتجنب ده وتبص تلاقي ملامح وشه اتغيرت. طب دكتور طارق، عايزين علامات ومؤشرات الام تعرف بيها انها لا، هي بدات تعمل حاجه غلط. بدات الحب ده ياذي ولادها بدل ما يفيدهم. تعرف ازاي؟ في ثلاث مؤشرات مهمه. المؤشر الاول اللي بنتكلم عن معدل الزهق، احساس الملل. انا زهقت، انا مش عاجباني. ولو خدتها او خدته وطلعنا في اجمل مصيف في الدنيا مش سعيد. هو قاعد زهقان. هو حاطط الهاند فري، هو بيسمع حاجات في الموبايل بتاعه. ده طب ده كل العيال بقى على كده. دي حقيقه، علشان هو ما عندوش اهم حاجه هو بيدور عليها. هو عايز الشيء الوحيد اللي بيسعده هو، اللي بيسعده هو انه ما يسافرش مع ابوه وامه، انه ما يتفسحش معاهم، يتفسح مع اصحابه، يتفسح مع حد يكون قريب منه، يتكلم بلغته،
عشان احنا بنتكلم بلغه مختلفه. طب لو خدت اصحابه معايا بقى انا كده حليت المشكله؟ يعني كومبرومايزنج ده بس اللي انت هو عملتي مشكله ثانيه. ايه؟ انك انت متواجده اصلا في الحكايه وبالتالي انا بعمل ايه جنب الواد يعني ولا مش هياخد المساحه كلها. طب صح اسيبه؟ في سن معينه اللي هي من 15 سنه اسيبه يا دوبك يسافر مع اصحابه. يعني عادي وماله، بس في اهالي ما بترضاش. البوكيت ماني اللي في جيبه لازم يكون مناسب. ودي نقطة مش هنتناقش فيها. ليه بقى؟ لأن طبعا الأوضاع دلوقتي بقت مختلفة فلازم الدنيا تختلف. صحيح. المناسب على حسب الوقت اللي احنا فيه. أنا بتكلم عن دلوقتي. طارق، العلامة الثانية أدي أول علامة اللي هي الزهق. العلامة بقى رقم اتنين ودي مهمة جدا. هو إحساسي إن أنا ما بلاقيش نفسي أنا في أي حاجة بعملها. أنا بتكلم بلهجة أبويا وأمي بس. يعني إيه بقى؟ طب أصل أنا خايف لبابا يزعل، أصل أنا قلقان لماما تعترض. وبالتالي دي كمان مسألة مهمة جدا، إن أنا عايز أحط قدامي أنا مين. خدوا بالكم إن سن المراهقة له معنى. سن المراهقة معناه بناء الشخصية من إيه؟ من بدايتها. هي مش بتبتدي وأنا طفل، هي بتبتدي في السن ده. وبالتالي أبتدي أحدد بقى أنا صوتي حلو ينفع أغني، أنا ممكن أرسم، أنا ممكن أعمل حاجة مختلفة، أنا ممكن أسوق عربية بابا وهو يعلمني السواقة، أشياء من هذا النوع استكشافية، وهذه الأشياء مهمة للغاية. طيب حضرتك كنت قبل كده بتقول لنا على المراهق المنطوي. هل دي علامة من العلامات؟ لا، دي مش موجودة إلا في الطفل التابع. والطفل التابع لما كبر ما تحلتش مشكلته أصبح عنده قدر من الانعزالية. هو مش خايف من الناس لكنه هو مش لاقي كلام يقوله. هو مش مبسوط ان هو يقعد مع حد. طب هو ما لقاش كلام يقوله علشان انا يعني قفلت عليه قوي او كبته. حضرتك عايزه الحقيقه يا دي؟ طبعا. ده انتقام من الاب والام. انتقام. هو بيخلص حاجات قديمه. اللي هو ايه؟ اصله ما كانوش بيدوني فرصه اتكلم، ما كانوش مخليني اعيش حياتي. حتى اللعبه، انا نفسي اقول لك على النقطه دي، ان الاب بيقول له ما تاخدش اللعبه دي، خد دي. في سن معين زي 6 7 سنين هياخدها لان هو معهوش الفلوس يشتري التانيه. لكنه في طول الوقت واخد موقف من اللعبه لان ابوه اجبره عليها. عشان كده احنا ساعات كنا بنخليهم يجيبوا حاجات هايفه وتافهه وحاجات خايبه قوي بس علشان اخليه يعمل اللي هو عايزه. عشان يجي بعد كده يقول لي ايه؟ اسمها ما تكسرهوش. ده غير كده كمان يجي جنبك يقول لك ايه؟ هي اللعبه الثانيه اللي انت قلت عليها كانت احسن يا بابا. شوفي بقى الواد ايه؟ الواد ناصح. عشان ياخد اللعبتين. طب بس ده مش دلع؟ مش ده دلع يا دكتور؟ يعني لما كل طلباته تبقى مجابه. ده مش دلع؟ في اهالي بتعتبر ده دلع. ده غنى. انا بغنيه. وبالتالي مش بخليه يتساءل انا ابويا عمل عشاني ايه في فتره من الفترات. طب الشعره الرفيعه ايه يا فندم بين الدلع وبين الحاج بتقول اللي هو الغنى او ان انا بحسسه ان هو عنده اختيار؟ في شعره، في فساد، في عيال بتفسد. الجمله اللي انا دايما بقولها ولا امل منها، ابني ابنك ومش بس تبني لابنك. اوكي. عارف لما بتبني له وهو مش مبني بيعمل ايه؟ بيهد. لانه وكانها هي بالظبط حته الايه؟ العداء اللي جواه. هو بابا عمل وكان مسيطر علينا بسبب الفلوس اللي سابها لنا. انا بقى هصرفها، انا هفرتكها بقى. خدت بالك هو عمل ايه؟ هو حب ان يبقى نفسه. لكنه مشي بالطريق السلبي مش الايجابي، اللي هو لن اعيش في جلباب ابي حتى لو كان ده مش في مصلحتي. بالظبط كده. حتى في اختياره للشريكه هيختار بمقاييس مش هتعجب ابوه وامه بعد كده. صح، ستيتمنت. طب دكتور ازاي تتعامل مع ده؟ يعني النهارده لما حد بقى ابني او بنتي تيجي تقول لي انا مش مبسوطه، انا انت اذيتيني بدل ما تفيديني بقى شويه، او يعني ازاي ابتدي اتعامل مع ده ونتقبل ده ونستقبل ده باي طريقه؟ لازم يبقى ننقل نقله نوعيه. النقله النوعيه معناها ببساطه شديده ان انا اعمل حاجه عمرها في حياتها ما عملتها. ان انا اخدها سفريه في حته اصرف عليها مبلغ واطلع بره البلد. واسافر في حته هي كانت بتقرا عنها. المهم ان انا اعمل لها تشوك. اللي تشوك ده يخليها تشوف حاجه ما شافتهاش، يخليها تقعد في مكان عكس اللي في دماغها، عكس حياتها الرتيبه العاديه اللي هي اللحن الرتيب
والصوت يطير بينيم صاحبه. كان زمان الابهات يعملوا كده اللي هو لا ما تسافريش لا ما تروحيش، وبعدين فجاه يفاجئك يلا اطلعي الرحله انطلق. دي أيوة. فتروحي حاصل لك بالانس يعني يحصل لك توازن ما بين اللقات الكتير والقال اللي حصلت. هي دي ما يبقاش ابويا مجنون عادي. لقاء واحد لا يكفي. طبعا ابنك مجنون يا حاج. لقاء واحد لا يكفي. دكتور طارق يعني كنز من السلوكيات الصحيحه اللي لازم نتبعها مع اولادنا. احنا بنبوظ اولادنا وبيكسر تابوهات كمان. بالظبط. كتير حاجات كتير كنا فاكرين ان احنا والله ده انا عملت لهم اللي ما يعمل، طلعت ايه بالعكس باذيهم. باذيهم. دكتور طارق الياس بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده في انا وهي. لغايه لما نتقابل في حلقه جديده مع سلوك جديد تصحح لنا ما فهمنا. ده شيء سعيدني. خلصت الحلقه. باي صحي باي. ومفيد. سامي الحلقه دي صحي ومفيد. جعان. والله العظيم دي حلقه صحي ومفيد. حلقه مفيده صحيه كلها معلومات كلها ايجابيات. اول لما يقول لكم اللوكلوك بتاع اللي هي ايه اسماء برامج اكل وطبخ اعرفوا ان الشيف نور الدين هيخرج من الاستوديو على الاكل مكان معين. انا هقعد عليه بتوحب عليه بقى نص ساعه. بالهنا والشفا يا جماعه. مش معانا في حلقتنا النهارده. مش معانا يا ماما. ده بيحلم بالحلقه. بالهنا والشفا يا جماعه. ودي كانت حلقتنا النهارده. ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده هنيه تكفي 100. كنا معاكم في انا وهو وهي. برافو برافو.